اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم مثابت مع الشاطر، ده الهاشتاج اللي حضراتكم هتبعتوا عليه اي سؤال وهنساله لضيوفنا في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا ابو اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كويس؟ الحمد لله تمام. حلوه البدله النهارده، كحلي ولا فيها؟ كان بيجي لي بالوان غريبه قوي في الاهلي في المونديال، كان بيرضيك كده؟ انا كنت مسافر، كنا كل يوم بقى، فكنت بجدد واحده مره في بيتي ومره مش عارف خضرة، بس كانت شغل جامد، النهارده جاي لي كحلي بس ماشي، ما انا لابس كحلي برضه. اخباركم ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله كابتن. الحمد لله. كريم، خليني ابدا معاك ورؤيتك في الفتره اللي فاتت وهزيمه النادي الاهلي والفتره القادمه. نعم طبعا، مش بتكلم على مباراه فاركو بشكل عام، الفتره القادمه اكيد طبعا، اكيد الخساره من سان داونز مزعلانا كلنا، وان كنت اشوف ان النادي الاهلي بكل امانه عمل ماتش جيد وعمل ماتش مقبول. ربما كنت تعقيبي الوحيد على بيتسو موسيماني، بس فهو ان انت الحذر الشديد من بداية قدام سان داونز، لا والكمان لغايه الدقيقه 70 بتلعب بتدا هافد فندرات، فده كتير قوي 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 بصراحه. يعني كمان سان داونز في وجهه نظري كان في بعض الاحيان حسيت ان هو بدا يسلم الرايه واحنا بنرجعه تاني، احنا ما بنهاجمش. عايز اشيد بصراحه باللعيبه، اللعيبه عملوا ماتش كويس، في طبعا بعض الاخطاء اللي احنا دفعنا ثمنها في النهايه، ولكن اعتقد الماتش ده شبيه شويه بماتش فيتا كلوب اللي هو كان في دور المجموعات برده السنه اللي فاتت. مش يعني فيتا كلوب اتعدينا 2-2 وده خسرناه، بس برضو انا بشوف يا كابتن اسلام الهزيمه لما بتيجي في اول المشوار ده شيء كويس، لان هي بتفوق ساعات، بتبقى انت ماشي. الكل بيعتبر الحقيقه، يعني يمكن الحاجه اللي انا شفتها من ساعه الهزيمه لغايه دلوقتي ان الكل بيشايف ان الهزيمه دي مكسب، يعني او مكسب لما هو قادم، يعني مش هزيمه مكسب يعني. لا وكمان هي الفكره حتي، والله مش احنا في قاده النادي الاهلي، لا احنا لما النادي الاهلي فعلا بيلعب مباراه وحش حتى لو كسبنا بنطلع ننتقد، لكن فعلا انا ماتش سان داونز ما اقدرش اقول ان الماتش وحش، لا احنا كان لنا فرص، سوء حظ غريب جدا في كم هائل من الهجمات، فينش برده مش في افضل طرد كان من الممكن جدا طبعا للحارس، حارس المرمى فعلا الكره بقى، يعني الكره فعلا كان فيها شك، لكن لما في بعض الزوايا جت بسلو موشن اتضحت ان هي فعلا كانت من خارج منطقه الجزاء، ولكن قدر الله ما شاء فعل مفيش مشكله، لكن المهم ان احنا نتعلم. واكيد طبعا النهارده انا وثابت هنختلف على العادي. طريقه اللعب طريقه اللعب بتاعه كل مره، ويعني ونشوف الحلقه ان شاء الله.